أكدت أمينة التعليم بحزب حماة الوطن ميرال جلال الهريدي ضرورة أن يكون هناك تنسيق في مناهج التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. التعليم ما قبل الجامعي هو البذرة أو النواة للتعليم الجامعي. نعم. يبقى لازم يكون في تنسيق ما بين المسؤول عن التعليم القبل الجامعي والمسؤول عن التعليم العالي.